اما احنا الحاجه الباهيه في الهيئه انه القانون الاساسي هذايا حتى بالتفصيل ما هي منها ما عندناش باش باش نعملوا معناها ابتكار ونفتيو شنو اللي يزيد وش النقص عندنا الزام قانوني باش ننفذوا بعض المهام والمهام هي هذه اولا كشف الحقيقه يعني جبر الضرر كشف الحقيقه وتحديد المسؤوليه جبر الضرر للحياة الانتهاكيه اصلاح المؤسسات حفظ الذاكره هو اهم وجد هل الهيئه قادره ولا لا باش تكمل مهامها وقت اللي تكمل ساعات بعض النواب يسمعوا فينا اليوم نتائج اللي كانوا نعطيوها في الاخر هذا قانون صريح في نتائج اعمال باش تقابلوا في تقييم هذه هي نتائج اعمال تجي تقول لي توا هاتوا من النتائج ما تنجمش نقول توا ثم اعمال توفي انا باش توصل في الاخر نعطيكم نتائج نعطيوها انتم انتم يعني نجيبوهم للمجلس التشريعي اللي هو باش يحط ويوضع لجنة مختصة في تفعيل التوصيات الأعمال أو طبعا نتائج أعمالها إلى آخره. تقول نايبة ممنوع باش تنشر. مين قالت ممنوع؟ نجمة عديد من الفصول اللي يقول يلزم تنشر. الحقائق اللي وصلت لها الهيئة يلزمها واجب النشر واجب مش هي تتعاقب عليه بالعكس هي ما تنشرش هي تتعاقب عليه. فاش عملت الهيئة باش توصل تعمل أهدافها؟ أنا كما قلت لكم اليوم بنينا برنامج على أساس أن نفاو في هذه رغبتنا إذا كان ما توصلناش ثلاثة شهور قبل نعملوا موقف التنظيم إذا كان ما توصلناش لكن إحنا رغبتنا وإرادتنا واستعداداتنا الكل تمشي في اتجاه من هو عملنا فيها جميع المهام اللي الهيئة لازمها تنجزها في وفي وسطها بالذات كل مهمة وقتاش باش نفاوها وقتاش باش نستكملوا أعمالنا وقتاش باش نفاو خدمتنا نعلم السادة النواب اللي ممكن ما لقاوش وقت باش يزوروا موقعنا أنه هيك حكاية الكرامة سجلت 63 ألف شكوى للمواطنين 63 ألف وأنجزت إلى يومنا هذا 45,600 جلسة استماع سرية نحب نعطيك عن جلسة استماع سرية راهي التجربة التونسية تنفرد بهذا الإنجاز ولا تجربة العالم 43 لجنة حقيقة توجد في العالم ولا واحدة عملت جلسات لجميع الضحايا ولا واحدة احنا خذينا هالاختيار مكلف صحيح مكلف يكلفنا السيد نايبة موارد بشري عشان شخصية قادرة كان ما عندكش شكون يسمعها عندنا 580 موظف عامل حساب تقول قداش يلزم باش تسمع الرحلة هذه باش نكملوا احنا باش يكملوا نهاية أعمال السماعات السرية باش تكون في 30 وقت وهي في لوحة الدين وبإذن الله سنقوم بهذا الإنجاز خاطر خذينا احتياطاتنا ليس فقط في المركز في الجهات عملنا وحدة متنقلة وقاعدين نسمعوا حتى في ديارهم الناس اللي ما نجموش يجيونا لأسباب عدة التقرير النهائي بدينا فيه المخطط بتاع التقرير الشامل وقع المصادقة عليه في مجلس الهيئة وبدينا في تنفيذ على خاطر تكتبوا من دول تكتبوا بدينا فيه خذينا زاد الاحتياطات باش نعمل ممكن زاد هو ابتكار انه ليس فقط باش نعطيكم مجلدات مكتوبه اللي تعرف تحمل الشغله سي كمسا الغربي جميع التجارب تقول لك عملنا مجلدات وكل غيرها حتى بالطبع باش نعمل الكتاب في الملخص باش على الاقل سهل الناس تقرا ملخص اعمالنا واللي يحب يمشي اكثر بالطبع يبقى مجلدات لكن قررنا
خدينا احتياطاتنا باش ننجزو باش نعملو شريط وثائقي تقرير اللي مكتوب مكتوب باش يجي شريط وثائقي يعني الناس تتفرج عليه وترى النتائج نتاع اعلان الهيئه المنصوص عليها بالفصل 67 عندنا جلسات الاستماع العالمية هذيك ما تقفش إلا إلى آخر النهار كملوا خدمتنا، علاش ما تقفش؟ هذا هي ماهيش حاجة نبحثوا عليها ثم نلقاو نتائج ثم يستحق وقت باش نحكوا عليها، هي من طبيعتها مخرجات التحقيقات. دونك الموضوع اللي يتسكر في وحدات التحقيق والبحث ياخذ مكانه في جلسة الاستماع العالمية. ونحب بالمناسبة ندعوكم إلى جلسة الاستماع القادمة اللي باش تصير يوم 24 نوفمبر الجاري حول موضوع سريانة وعشق.